دلوقتي انت مستلم شيكابالا؟ مش مستلم ولا حاجه. لا لا لا, لا. هو انت ليه دايما يعني بتستلم اشخاص؟ يعني بشوفك بتركز مع حد تمام بتقعد طا جي. بص اول حاجه انا الناس اللي بنتقدهم يمكن بيكون خارج الكوره شويه, يعني فنيا طبعا في الناس. لا بس هي مش قصه كوره بس, ما هي مش بتنتقد حد صح. يعني ما بتسيبوش, هي مش اصلا بتنتقده كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه. هرد عليك والله. اتفضل. اول حاجه لما بنتقد شخص بركز عليه اكتر ما بيكونش انتقاد ليه فني, بيكون انتقاد في تصرفات سواء داخل الملعب او خارج الملعب. وهقول لك امثله انا بصريح تماما, يعني بدات باحمد حسام ميدو في بعض الاحيان ما كانش على خلاف خالص في ميدو هل هو لعيب كويس ولا مدرب كويس او لا, بس دايما تصرفات ميدو تصريحاته بيعمل حاجات مثيره للجدل بيعمل مشاكل كنت بنتقده في السكه دي. انتقدت بعد كده حسام غالي, كابتن حسام غالي طبعا نجم النادي الاهلي, يعني هو واحد اهلي واحد زمالك عشان الناس ما تقولكش, بس بتعمل التوازن. لا والله خالص, بس انا فعلا شايف حسام غالي زي ما ميدو كان بيعمل تصرفات خاطئه, حسام غالي كان بيعمل تصرفات خاطئه سواء جوه الملعب سواء مشكلته مع كوبر مع اسامه نبيه, فكنت بنتقد حسام غالي فتره طويله جدا في بسبب التصرفات دي. حاليا في الوقت الحالي شيكابالا في بعض الاحيان, شيكابالا برضه الفتره الاخيره في المشكله اللي عملها في ماتش السوبر المصري في مناوشات دايما مع جمهور النادي. شيكابالا ظالم ولا مظلوم؟ شيكابالا ظلم نفسه, شيكابالا ظلم نفسه, يعني هو ظلم نفسه مش مركز في لعيبه. استاذ مهيب وبكلمك برضو بكل صراحه, شيكابالا ابراهيم سعيد قبليه في لعيبه فنيا داخل الملعب لو ركزوا في الملعب بس وما عملوش مشاكل في بينهم كان وصلوا لمرحله احسن لعيب في مصر. بالظبط كان وصل بس برضو عمل حواليه نفسه مشاكل كتيره ضيع نفسه. ايوه بس ده يعني شيكابالا نفس القصه لعيب الكوره برضو خلي شيكابالا بقى. راح سبورتنج لشبونه البرتغالي ما ركزش هناك مشاكل صغيره ورجع, راح ابولون اليوناني قعد 6 شهور عمل مشاكل ورجع, راح في الاول خالص باوك كان نجم كبير وفي بدايه مشواره ما ركزش مع باوك رجع تاني. مع الزمالك هنا دايما مشاكل ومناوشات مع جمهور النادي الاهلي وحاجات بيخرج نفسه تركيزه بره الملعب. شيكابالا بقول لك ابراهيم سعيد نجوم كتيره جدا لو ركز شيكابالا ده وركز جوه الملعب بس كان عدى محمد صلاح, يعني مهاراته وامكانياته انا بشيل بيها. ما هيركز لنفسه مش هيركز لنفسه, ما هو ده اللي حصل. ما هو ده اللي حصل. ما لا ما ده دوري, ما هو النقد الرياضي ايه, ما انا دوري ان انا انتقد الناس اللي بتعمل, يعني انا بنتقد الناس اللي مش تركز سواء فنيا او غير. أيوة. فنيا ممكن انا عندي برضه هيعدي محمد صلاح. حصل شيكابالا لو كان ركز كان ممكن يعدي محمد صلاح لو كان ركز في بداياته. شيكابالا طبعا لو ركز من ساعه ما بدا يعني انت عمال تنتقده ودلوقتي بتقول لو ركز كان يعدي طبعًا. محمد صلاح طبعا ازاي عشان هو مهاريا داخل الملعب. شيكابالا فنيا هيسبقه يعني في الجري ولا هيعديه ازاي؟ لا كان وصل ان هو لاعب في مرحله ممكن في انديه الدوري الانجليزي ممتاز في مراحل متقدمه في انديه كبير, يعني هو بدا في باوك سالونيكا يا استاذ مهيب لو تفتكر كان بادئ زي الفل مع الزمالك وراح احترف في باوك سالونيكا كان ماشي بشكل كويس, بدا بقى رجع ومشكله تاني ولا هرجع الزمالك وبعدين يروح احترف في سبورتنج لشبونه 6 شهور وبعدين يرجع تاني. لو ركز في مشواره الاحترافي من بدايته اما كان في باوك سالونيك لا كان وصل للعب في انديه كبيره جدا. بس بقول لك هي اللعيبه دي انا بقول لك برضه عشان يعني اقول كل حاجه بصراحه واغلط نفسي, انا شخصيتي عنيده شويه, انا عنادي شويه, فممكن تلاقيني مثلا بنتقد ميدو او انتقد حسام غالي او انتقد للاسف السوشيال ميديا بقى الناس تخش تقعد تشتمك ده انت مش عارف ايه ده انت زملكاوي ده انت فانت ما تشتمني انا مش هخاف من الشتيمه واروح بقى مبطل انتقاد, فممكن عندي الحته دي غلط شويه وبعترف يعني. بعاند يعني ما هاجمت مثلا شيكابالا في نقطه هتلاقي جميل الزمالك داخله تشتم, طب لا هروح بجيب له احصائيه ثانيه برضه بالارقام, عمري ما بغلط في حد في اي حاجه شخصيه ولا في ميدو ولا في شيكابالا ولا اي حد, دايما بتكلم بالارقام.